والآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل أعواد. مساء الخير وائل. السلام عليكم. يوم جديد، تلخيص جديد للحرب على غزة، الحرب على لبنان والوضع الإسرائيلي الداخلي. كالعادة نبدأ في مقال. ينتقد الكاتب، كاتب اسمه يوعا جونين، كتب مقال في آرتس عن كل التهويل والتطبيل الذي نراه في بعض الإعلام العبري لحرب على لبنان. يعني بعضهم، بعض المحللين هناك يتحدثون عن الحرب على لبنان وكأنه هكذا فيلم أكشن، هي نهجم على لبنان، هي نقصف بيروت، هكذا يكون الحديث. الآن المحلل في قناة 12 اسمه نير دفوري قبل أيام في تلخيصه للوضع على الجبهة الشمالية مع حزب الله، قال دفوري، بقول حزب الله لا يريد الحرب ولكن لربما لا يخاف إذا اندلعت، ونحن أيضا لا نريد الحرب ولسنا خائفين إذا اندلعت. فبكل الكاتب تبع هذا المقال، بكل نير دفوري، بكل لحظة أود التوضيح أن هذا ما تقوله كذب، تقرير كاذب. نحن خائفون يقول له وغير معنيين، وبشكل عام نعتقد أن الوقت قد حان لكي تتوقف الاستديوهات عن التعامل مع احتمال نشوب حرب شاملة وغزو لبنان كما لو كان الأمر فيلم في هوليوود صيفي بدماء، وكأن الدماء كاتشوب، وكأن المؤثرات التلفزيونية مؤثرات سينمائية، مؤثرات الحرب، وكأن الواقع غير مرعب. يقول الواقع مرعب يمكن تفاديه وثمنه حياة العديد من الناس. يقول الكاتب في قناة 14 هادلاك، لا نتوقع منهم، لا نتوقع منهم مناقشة جدية لما يحدث. في قناة 14 بثوا فيديو مصدر مجهول يظهر صور لا أعرف من أين أتوا فيها، وتلاعب صور أو إشي، قال صور مستقبلية إذا قصفنا لبنان كيف سيدمر. حطوا صور وبقولوا، يعني يسخرون بشكل صبياني سخيف، بقولوا بيروت الجميلة يا حرام، وانفجر المذيعان بالضحك. حتى الكاتب في دعوات ينتقد هذا المشهد وبقول عنه الدمار هذا جنوني، وبقول سوف نتألم، سوف نضرب. وينتقد أيضا من الصحفيين الإسرائيليين، يقول نتألم ونضرب ولكن لا بأس، ليه لا بأس؟ قال سنؤلم أكثر، سنضرب أكثر. وأوضح يعني الكاتب عن الصحفي سيجل، بيقول بأنه يتحدث عن قصف لبنان بمتعة كبيرة، ملخصا ذلك كأي يميني بشكل جنوني، يقول بيقول ليس سيئا بما معناه إذا قد قتل منا 5000 في حرب على لبنان، طالما سنقتل 5000 وواحد. يعني في إسرائيل ثمة من يعتقد بأنه إذا قتلنا أكثر بواحد من الطرف الآخر معناته احنا أقوى، معناته نستطيع أن ندخل الحرب. يقول كاتب هذا المقال، هذا تفكير جنوني يجب أن يكفوا عنه في الاستديوهات الإسرائيلية وأن يقنعوا الشارع فيه. يقول الكاتب في حقيقة الأمر إذا حدثت الحرب فسنخوض حرب ضد قوة أقوى بكثير من حماس، وندخل الحرب وإسرائيل ممزقة من الداخل مع جنود منهكين ومواطنين بالكاد يقفون على أرجلهم مما يحدث، ومع أسوأ حكومة في التاريخ. فما هذا التطبيل؟ إنها أيام يتم فيها أو يجب فيها معارضة الحرب الأبدية غير المجدية، مع أنه حسب الكاتب في الاستديوهات من يعارض الحرب يوضع وكأنه مع الخيانة، ويطلب من الجميع أن يتأثروا بالمزاج العام المتطرف في إسرائيل كي يكون وطنيا إسرائيليا. وبقول بأنه لا عجب الكاتب أخيرا بأنه 46% حسب استطلاع قناة 13، 46% من المجتمع الإسرائيلي مع خوض حرب مع لبنان، وبالتزامن مع الحرب في غزة. يعني بقول فيش حاجة إنه هناك نهجم مع بعض جهتين، و33% فقط من المجتمع يعارضون. وبقول الكاتب هذا معطى مزعج للغاية، يبدو بأنه الجمهور لا يفهم معنى حرب في لبنان. وهذه الروح الوطنية الهائجة أدت إلى عمى طوعي عند شرائح من الجمهور الإسرائيلي. إذن ينتقد كاتب هذا المقال في دعوت كل الجو
وكأن الهجوم على لبنان رحلة ويقول لهم الأمر ليس كذلك، ومش إذا قتلنا منهم 5000 قتلوا منا 5000 وإحنا 5000 وواحد فقد انتصرنا. يقول هذه حسابات مجنونة. الفيديو الأول. اليوم أحد المحتجزين في غزة أعلنوا عنه قتيل، كان في الساعة من أكتوبر بالأول ما عرفوش وين، وبعدين قالوا عند حماس، قالوا يمكن عائل، الآن معلومات بتقول أنه قتيل. تعرف شو اسمه؟ محمد، جندي اسمه محمد الأطرش، بيقولوا بأنه كان يواجه قوى حماس في الساعة من أكتوبر، يعمل في وحدة قص الأثر في الجيش وقتل حينها، والآن فقط وصلت المعلومات عليهم المؤكدة بأنه قتل. من جهة أخرى طبعا قلت أنا أكثر من مرة بأن هنالك شريحة صغيرة جدا صغيرة جدا من المجتمع العربي يخدمون في جيش الاحتلال، وواضح بأنه أسماءهم تظهر بين الفينة والأخرى بين أسماء القتلى. من جهة أخرى اليوم فقط اليوم عرضوا أحد المقاطع من جديد في الإعلام الإسرائيلي لمشاهد بعض ما كان في 7 أكتوبر. تبدو في قوى من وحدات النخبة التابعة لحماس تقوم باحتجاز مجموعة من الإسرائيليين، وتحدثوا طبعا عن البعد الإنساني للاحتجاز، وذكروا واحد واحد قصص إنسانية عنهم عن عائلاتهم عن أبنائهم الذين ينتظرونهم، وأحضروا مندوبين من العائلات إلى الاستديوهات، وكأن يعني يعني رغم أنه الواقع من 7 أكتوبر ولكن نشر الفيديو من جديد، فتحوا الموضوع وكأنه يقع الآن، افتتحوا النشرة. السؤال الممكن التفكير فيه يعني، هل الهدف من النشر الآن هو إعادة تذكير الإسرائيليين والعالم ومحاولة تفسير محاولة تبرير ما يقومون به في غزة الآن حوالي 50,000 شهيد، يعني محاولة تفسير، أم أنهم في الاستديوهات يريدون إحياء قضية الأسرى من جديد اللي نتنياهو يعني باعهم كلاما في اليومين الأخيرين بشأنها بأنه لا يتنازع عن الأسرى، مع أنه كل الكلام حتى قسم من أهالي الأسرى اليوم في المقابلات قالوا نتنياهو لا يريد إطلاق سراح أبنائنا لكي يصمد سياسيا، ولكن الأهالي أيضا يرون بأنه أخبار الصفقة انقطعت، بلينكين جاي بلينكين رايح، رئيس الموساد جاي على الشرق الأوسط، جلسة هنا جلسة هناك عند الوسطاء، والسنوار اتصل لم يتصل، أخرت رسالة السنوار، أخرها عمدا وتكتيكا، أم أنه أخرها لأنه لا يوجد لديه طرق اتصال من حيث هو في غزة. يعني مجموعة أسئلة تسأل، لماذا الآن؟ هل لإقناع العالم والمجتمع الإسرائيلي بشرع أو تفسير ما يحدث في غزة محاولة ما، أم لكي يحيوا موضوع الأسرى من أو من جديد المحتجزين داخل إسرائيل؟ يعني بعد 9 أشهر ما الحكمة من إظهار هذا الفيديو الآن؟ أنتقل للفيديو الثاني. اليوم فيديو ملفت، كان هنالك اليوم خطابات في الكنيسة، خطب نتنياهو ثم خطب رئيس المعارضة، رد نتنياهو على رئيس المعارضة وهكذا، حفلة مزاودات بينه وبينكو بينه وبين ردح ردح الواحد على الثاني بيناتنا. لبيد اتهم أن نتنياهو يكذب ويجر إسرائيل من فشل إلى فشل من فشل، يقول له أنت فشلت في 7 أكتوبر وتراكم تزيد من مخزون الفشل عندك. نتنياهو قال له أنت تخنع لحزب الله، عندما كنت رئيسا للحكومة خنعت له للحزب، وقال أنت من منح حزب الله الغاز، منحتم أراضي التابعة لإسرائيل حسب قول نتنياهو. لبيد قال له لا غير صحيح، ولا يوجد قائد واحد في العالم واحد كان سيبقى في مكانه رئيسا للحكومة لو حدث على زمنه مثل ما حدث في 7 أكتوبر. وقال نتنياهو لن يطلق اسمك ولا على مكتبة ولا على جسر ولا على مطار في إسرائيل، لن يرتبط اسمك تاريخيا يعني إلا بالفشل الذي كان في 7 أكتوبر، ودعاه للرحيل. نتنياهو طلع ورد، قال له لقد شكلت يعني يا لبيد لما كان رئيس حكومة فترة قصيرة، شكلت حكومة بمساعدة ممثلين عن الإخوان المسلمين، بقصد الحركة الإسلامية بين قوسين الجنوبية منصور عباس اللي دخلت في الحكومة السابقة، وعلى فكرة حتى الآن يقولون نريد أن ندخل مع أي حكومة موجودة، عندهم فلسفة أن نريد أن نكون جزء من حكومات إسرائيل. فنتنياهو يعيب على لبيد مع أن لبيد
قال بأنه لن تكون، يعني هو لن يقبل حركة إسلامية في حكومته، هن بدهن هو بدهش. بقول له أنت قبلتهم، أنت وشركائك ليبرمان وبينيت، أنت أدخلت عمال غزة إلى إسرائيل، لقد خضعت للضغوطات الدولية ودعمت رفض الخدمة العسكرية وأضعفت مقاتلينا. عفوا اللبيد طلع وقال له أنت أضعفت مقاتلينا ودعمت الخدمة العسكرية، قسمت الشعب زمن الحرب، لقد أسأت لمنصب رئيس الوزراء. ونتنياهو طلع وقال له رغم المدة القصيرة التي أمضيتها فلقد اتخذت قرارات استراتيجية خطيرة. أخيرا لبيد رد عليه وقال له أنا أتحدث إليك لا تتبسم، اذهب إلى بيتك واعلن عن إنهاء عملك السياسي. باختصار رد ورد، وبالأخير قال له أنت قسمت الشعب. لبيد بكل أنتنية ولقد قسمت الشعب، لقد ضربتنا داخليا. واحد برد على الثاني، كل واحد عنده مجموعة اتهامات للآخر. هذا جزء مما كان اليوم. قلت لكم ردح. الفيديو الثالث. بعد 9 أشهر من الحرب الشنيعة وأخيرا نتنياهو يخرج يتحدث لوسيلة إعلام إسرائيلية، بس مع مين؟ مع مين؟ مع أحبائه في قناة 14. أما شو مقابلة؟ شو مقابلة؟ كلها تصفيق تصفيق، واضح جدا أحبائه قلت لكم 14، والصحفيين اللي حواليه كانوا يسألوا أسئلة، يعني لم يكن ينقص إلا أن يقوموا بتقبيله بين السؤال والسؤال. حتى لما باعتقادي يعني تقييم الشخصي لما تظاهروا بأنه بده يسألوا سؤال صعب كان فيه إعجاب ومحاباة، الجمهور كل بضعة كلمات كان يوقفوا ويزقفوا لنتنياهو، استناهم يخلصوا تسكيف نسمع شو بقول. يعني في عز الحرب أستطيع أن أقول أنها مقابلة محاباة، ولا يوجد مقابلة أكثر من هذه حميمية. أعتقد نتنياهو قال في المقابلة نفس الكلام، نفس الكلام اللي بقوله دائما، بأنه أولا كل ما كانوا يسألوه معلومة ممكن يخرج منها إشي مهم عميق، مثلا ماذا سنفعل مع حزب الله مستقبلا، كان يقول قد نفعل كذا قد نفعل كذا، لن أفصل لأسباب أمنية، يعني هذا ما يدعي. بعض التفاصيل اللي قالها بيقول إسرائيل لن تنهي الحرب على غزة قبل إعادة جميع الأسرى المحتجزين. حماس بتقول للتذكير لن نعيد الأسرى المحتجزين قبل إنهاء الحرب، متناقضين على الآخر. عن شدة الحرب نتنياهو قال قريبا ستنتهي الحرب بصورتها الحالية بعنف الحالي، وبقول لاحقا سننتقل إلى مرحلة اغتيالات وقتل قيادات من حماس، وأنه مستعد لصفقة تبادل محدودة ولكن على شرط بعدها أن يعود للحرب. بالضبط بالضبط عكس اللي بقوله حماس. حماس بقوله لن نذهب إلى صفقة طالما لم تنتهي الحرب، وهو بقول أذهب إلى صفقة على شرط أن أستطيع أن أعيد الحرب لاحقا. طبعا بقول سننتصر، سندمر حماس، سنقتل قياداتها، ووعد بإعادة المواطنين إلى الجنوب، إعادة المواطنين إلى الشمال. بيحكي عن 4 أهداف. طبعا كلنا دائما القضاء على حماس، إعادة المختطفين، ما يصفهم بالمختطفين المحتجزين، وأخيرا قال بأنه وإعادة أهالي الشمال ومنع أي خطر مستقبلي. وأخيرا نتنياهو قال بأنه إيران هي خلف كل ما يحدث، وعرايه على دمته بأنه استطاعوا بالحرب على غزة أن يأتوا بقراءة جديدة تثبت بأن إيران خلف كل ما يحدث لإسرائيل، وهي تدعم كل الجبهات اللي هو وصف بكل 7 جبهات عرايه. يعني مقابلة أستطيع أن ألخص فيها معلومات مهمة؟ لا، مقابلة يمكن أن أقيمها مقابلة دعائية في عز الحرب. أنتقل للفيديو الذي يلي. هنالك فضيحة قديمة جديدة لنتنياهو، التحقيق في موضوع الغواصة. لمن لا يعرف القصة باختصار، في سنوات بين 2009-2016 اتخذ قرار على المستوى السياسي في إسرائيل شراء غواصات وقطع بحرية جديدة لإسرائيل. عملية الشراء، السؤال يعني لجنة التحقيق تبحث هل كانت فعلا لأسباب أمنية ضرورية بين قوسين مهنية أم جزء من الفساد. لجنة التحقيق اليوم اللي تعمل منذ 3 سنوات تقريبا حذرت نتنياهو وآخرين وكالتلهن
بأنه جار التحقيق وهنالك عرقلة عميقة في التحقيقات، والأمر قد يمس بأمن إسرائيل ووضعها الاقتصادي. طبعا بالإضافة لنتنياهو، بعثت لجنة التحقيق رسائل تحذيرية إلى كل من وزير الأمن الأسبق موشي يعلون، وزير الأمن القومي يوسي كوهين، وقائد سلاح البحرية، وموظف خامس كبير. من ملاحظات من الملاحظات العامة اللي راح يعني بعد ما في تفاصيل جدية عليها، ولكن قضية جديدة في إسرائيل، من الملاحظات الجديدة بأنه على الأغلب القرار لم يكن مهني، إنما فيه شبهات حول الفساد. الفيديو الخامس والأخير، في مظاهرات أهالي الأسرى، رئيس أسبق للشباك اسمه يوآف ديسكين وقف، طبعا انتقدوه، هاجموه، سخروا منه في قناة 14، مع أنه كان رئيس شباك، يعني كان من أهم الوظائف الأمنية في إسرائيل، ولكن قلت لكم الشك في المجتمع الإسرائيلي واضح. سخروا منه لأنه قال بأن إسرائيل لم تكن ضعيفة يوما إلى هذه الدرجة، واتهم نتنياهو أساسا في الموضوع، وبقول إسرائيل ضعيفة في الجبهة الداخلية، في الجيش، وعالميا، وعلى جبهات القتال. وطبعا يتهم الحكومة الحالية وعلى رأس نتنياهو في قناة 14، هاجموه، سخروا منه. المهم في الموضوع بأنه رئيس أسبق للشباك، أهم مؤسسة أمنية إسرائيلية أو أحد أهم المؤسسات، هو من يلخص هذا الأمر، ومش همسا، ومش في غرف مغلقة، ومش تسريب، إنما على الميكروفون في الشارع في تل أبيب أمام أهالي الأسرى والمعارضين، يحذر بخطر حقيقي على إسرائيل في ظل وجود نتنياهو. يعني هذه نوعية الأخبار، التلخيصات لهذا اليوم. نراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.